تمام ماشي كده مظبوط. احنا كان فاضل لنا ايه بقى؟ كان فاضل لنا حبة حاجات عشان نخلص السلاح ده خالص، ونبتدي بقى نعمل البري مابينج والهاي بولي بسرعة، وبعد كده نعمل التكتشرز على طول. في حبة حاجات عايزة تتظبط هنا عشان نخلص السلاح. تعالوا هنا في الحتة دي، انا واخد بالي ان الجزء ده لو بولي خالص بسبب ان انا كنت عامله على 16 16 السيركل بتاعته، وده كده وحش. ممكن نزوده حبة، مش هيفرق معانا قوي. ممكن اكونه من اول، بس انا هزوده ازاي؟ هو عامة الايدج دي احنا مش عايزينها، تزولف ايدجز، والجزء ده بس اللي هيبقى متشاف. فانا هسلكت ده وسلكت الكام ايدج دول واديهم بيفل كنترول بي، تمام بالشكل ده كده بقى احسن. مش عارف الجزئية دي خلصانة ولا لأ. هنا تمام. طبعا الجزء ده هيبقى فلوتنج، فانا هاجي هنا واعمل كنترول اي اد سيركل، السيركل ده تبقى 16 تمام بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين هنا هيبقى اكسترود كده لجوه، وبعد كده اديله حبة سمك، هعمل اكسترود لبره تمام. طبعا ده هيبقى فلوتنج اوبجكت، فهديله سب ديفيجن وهديله بيفل سب ديفيجن بالظبط كده. ممكن اديله مثلا حاجة زي كده عشان يبقى زي الريفرنس. طبعا هموف ده للفلوتنج تمام. في ايه تاني؟ في اعتقد الجزئية دي ما اتعملتش. هنا انا هعمل شيفت ايه اد كيوب بالشكل ده كده. انا عايز اعمل القط ده اللي موجود في الريفرنس. في هنا موجود برضه اهوت تمام. انا هعمل سيلكت للاوبجكت ده واديله بوليون، نشوف كده هيبقى عامل ازاي. بالديفرنسز سيلكت ده اسحبه لورا كده اعتقد تمام. هعمل هايد، او ممكن اعمل هنا حاجه حلوه، ممكن اسلكت الاوبجكت ده واروح للاوبجكت داتا وفي الديسبلاي اخليه واير بحيث ان انا اشوف التاثير بتاعه، واسحب بره كده عايز بس اوصل لنفس الشكل ده. طبعا هنا في الجزء ده، وفي هنا انا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل لوب هنا واظبطها مع الريفرنس اعتقد في المكان ده بالظبط. واعتقد لو انا سحبت ده لبره او ده لجوه اعتقد ده اللي هيطلع لبره. بالشكل ده ممكن اسحب الاوبجكت كله على بعضه بره حبه كده اعتقد كده تمام. طبعا الشكل ده مش موجود اللمه التانية، فانا هضطر اجي على الاوبجكت ده واديله ميرور في اتجاه الواي، اسلكت الاوبجكت ده واعمل ابلاي للميرور واعمل ابلاي للبوليان تمام. مع حبة تظبيط للبوليان ده التوبولوجيا هتبقى تمام كده. وطبعا اللو بولي بيبقى شكله وحش، الهاي بولي هيبقى احسن بكتير اعتقد. دي هنا تمام كده، نفس الكلام اللمة التانية برضو انا بضغط جي جي طبعا انتوا عارفين كده، وسلكت كل حاجة وام باي ديستانس. ده بالنسبة للحتة دي. في ايه تاني ممكن نعمل؟ السويتش هعمل شيفت اي اد سيركل، السيركل ده تبقى 16 تمام. هعملها روتيت بالشكل ده، احطها في مكانها بالظبط كده. ممكن اديله فوليوم اكسترود لبره تمام.
وطبعا ممكن افل الفيس ده، واعتقد انا هسلكت البارتس دي واعمل لها اكسترود لبره. هسلكت من اول هنا، طبعا عملت ايدج هنا عشان اسلكت من اول الحته دي ولحد هنا. طبعا عملت هنا كنترول وكليك يمين عشان يسلكت. اعمل اكسترود بالشكل ده كده، اس واكس وزيرو، تمام. طبعا الجزء ده فلات. هنا انا ممكن اعمل ايدج واديها اس اكس زيرو برضو، وممكن اسلكت، ممكن الاول اجي هنا عشان الجزئيه دي انا عايزها تبقى فلات، اسلكت الجزئيه دي واخلي الكيرسر تو سيلكتد، واخلي البيفت بوينت هي 3 دي كيرسر. فانا دلوقتي اقدر اسكيل ده باتجاه الزي من غير ما اوصل واسيب دي فلات زي ما هي كده. وطبعا اسلكت ده وادي له كنترول بي عشان يعمل بافل فيدينا الشكل ده، تمام، جميل جدا. بالنسبة للشكل ده هو كده عريض قوي زي ما انتم شايفين، هو رفيع وفي الكيرف ده برضو ممكن نعمله. انا ممكن اعمل اسلكت البارت ده بالشكل ده واقوم رايح ساحبه لبره، يبقى عندنا ده تمام. والجزء ده برضو نفس النظام، ممكن اسلكت ده واسحبه كمان حبة، او ممكن اسلكت البارت ده كله واسحبه لورا. وطبعا زي ما انتم شايفين السمك ده كبير قوي، فانا هعمل سكيل الجزء ده كله على بعضه كده في اتجاه الواي، واعمل دبليو شيد سموز واديله الشاربن. ممكن اشيل الايدج دي ام باي ديستنس، اعتقد كده جميل. طبعا لما ياخد البيفل والسب ديفيجن الهاي بول هيبقى احسن بكتير. او ممكن برضو كمان اسحب ده لبره حبه بالشكل ده، تمام. شيل البيفل دلوقتي واحطه في مكانه كده، تمام. ده بالنسبة للسويتش، طبعا الكلام ده كله هيبقى تكتشر، وده هيبقى في الهاي بولي. عايزين نعمل الجزئية دي، انا عايز ريفرنس للجزئية دي، هشوف كده ريفرنس في الريفرنس بتاعتنا. انا باين كنت منزل ريفرنس هنا للبودي نفسه، عشان نشوف الحتة دي، اعتقد دي زي ما انتم شايفين كده. احنا هنعمل الحتة دي كده والجزء المدور ده طالع بالشكل ده، هو باين زرار بيتضغط عليه، انا مش عارف الزرار ده بيعمل ايه اصلا. بس تعالوا بينا نبدأ نشتغل. هنعمل شيفت اي ادا كيوب سكيل داون، طبعا الكيوب ده هديله ميرور، محتاج ان هو يبقى في النص، الميرور لاين يبقى في النص، فاعتقد هيبقى هنا مثلا، واضغط في سيلكت ديليت فيرتسيز، هعمل ميرور باتجاه الاكس طبعا، تمام زي ما هو كده، واشغل الكليبنج واظبط الكليبنج كده، تمام. زي ما انتم شايفين ده طالع كده ضاغط بيفل كده، فانا ممكن اديهوله ان انا اسحب ده بس كده الجزئيه دي. انا ممكن بس اظبط السمك، عايز اخلي البيفت هي الميديان عشان اعرف نشتغل كويس، واسحب دي كده عشان اعمل الجزء ده، تمام. وممكن كمان اسحب ده لفوق برضو بالشكل ده، تمام. دلوقتي انا هعمل شيفت ايه اد كيوب، والكيوب ده هيقص من الحته دي، بس طبعا المفروض ان انا احطه في المكان اللي فيه جيومتري اللمه الثانيه، فهخلي اللمه الثانيه هنا. ظبط السكيل بتاعه على حسب الريفرنس، وسلكت الكيوب والاوبجكت كيو ديفرنسز بالادوم بسرعه كده، تمام. هو في هنا مشكله، هو مش بيعمل ديفرنسز دلوقتي، هو بيعمل يونيون مع ان انا مخليه ديفرنسز، ودي المشكله دي بتحصل كتير، بتبقى بسبب الميرور اعتقد. تمام، هعمل ابلاي للميرور الاول، وبعد كده ابلاي للبوليان، وبعد كده نحط ميرور تاني.
اه تمام كده، وهمسح الاوبجكت ده. إيه ده بالنسبه للاوبجكت ده. في كمان هعمل سيلكت في النص هنا، اعتقد انا ما كنتش محتاج اعمل كمان ميرور، فانا هعمل ابلاي للميرور دي دلوقتي، وهعمل شيفت اي اد كيوب. تمام، انا هعمل الحته دي الجزء اللي هيبقى فيه البارت ده بالبوليان، وبالنسبه للريفرنس هو الريفرنس مش جايه في النص بالظبط، فانا هسلكت الجزئين دول. عبدو عايز ايه؟ في ادون بتخلي اي زراير ايا كان اللي انت بتضغط عليه اثناء شغلك على البلندر بيظهر في الكورنر الشمال هو انت بتطلع بليه؟ ايه؟ طب استنى اجيبها لك. كان اسمها ايه؟ هي مش دي تقريبا كانت جوه بلندر اصلا. هو في كاست كي بس في 2.8 ما كانتش موجودة. الواد اسمه ايه ده كان عامل واحدة كان سماها كان سماها ايه؟ ناو سبورت. هو فين ده؟ هو كانت في جيت هاب. المفروض ان الحاجات دي فري. تمام، داونلود، هي دي من جيت هاب. تمام تمام. اهو يا عم ديسبير. عشان ايه؟ مشكرين هندسه. انستول من ديسكتوب موديل انستولد. لا ده مش موديل. ايه ده؟ هو من انا منزلها الاثنين مع بعض 2.7 2.8. عايزين نجيب ال 2.8 منه. هي فين؟ ايه ده؟ هي فين؟ هي دي؟ المفروض انها تبقى واخدة. هي دي اعتقد، هي دي. هو ال بي واي ده بتاع ال extension بتاع البايثون. هو انت تقريبا كده انت نزلت السورس كود اصلا؟ مش انا بين نزلت دي قبل كده بقالها كتير اوي وحاولت اسطبها مش عارف. تمام، هو هي دي اصلا بين ما كانتش شغالة، كان في واحدة تانية شغالة. ما قلتليش ليه قبل ما افتح الستريم يا ابني؟ كنت دورت عليها وجبتها. فين بلندر فاونديشن؟ اعتقد ده 2.8 و 2.7. ما اعتقدش انها تشتغل في 2.9. لو الموضوع هيعطلك كمل شرح. استنى اسمها ايه هنا؟ سكرين كاست. لا مش موجودة برضو. باين كانت بيبقى عايز ريستارت البلندر، مش فاكر بقى. لا كان المفروض انها تشتغل. هبعملها بعدين، هبعملها لكم المرة الجاية ان شاء الله. بس انت فكرتنيش ليه قبل ما ابدأ؟ المهم معلش. تمام، هعمل المكان ده سيلكت الاثنين كيو ديفرنسز. تمام، وابلاي للبوليان وامسح ده. كده انا عندي المكان ده، واقدر بقى دلوقتي ايه بالنسبه للجزئيه دي. طبعا ده هيبقى ديتيلز في النورمالز، و انا عايز اجي في النص بالظبط واعمل شيفت اي اد سيركل وتبقى 16. ماشي، احطها في مكانها كده بالشكل ده، وهعمل لها اكسترود الجزئيه دي لتحت.
اس وزي وزيرو. شكلها جامد. تمام انا سلكت الجزئيه دي واضغط اف، سلكت كل حاجه اكسترود لبره عشان ندي فوليوم، ممكن يبقى في فيس جوه. لا تمام بالشكل ده. ودلوقتي انا عايز اديها الكيرفات دي. اولا هتبقى واخده، هيبقى في ايدج هنا الت اتش عشان ارجع كل حاجه، هيبقى في ايدج في النص هنا، واس في اتجاه الزي اعتقد في المكان ده بالظبط. تمام وبعد كده هيبقى في كمان ايدج هنا. فزي ما انتم شايفين ايه، الاول انا هظبط السكيل بتاعه اعتقد كده مظبوط، وبالنسبه لدي ده طالع لبره انا هسحب دي لبره. ده اولا. بالنسبه للجزئيه دي بقى فاعتقد ده كله على بعضه، ده كله على بعضه كده هيبقى طالع لبره بالشكل ده. بس في حاجه كده ناقصه. تمام هسلكت ده واسحبه لورا. لا كده بقى معوق خالص. انا اعتقد كده تمام. تمام كده هسحب الاتنين وهحطهم في مكانهم كده. هو الجزء ده الجزء ده المفروض ان هو موجود في المكان ده كده، سكيل في اتجاه الواي حبة، واعتقد ده برضو المفروض ان هو يبقى كبير حبة بالظبط كده. اعتقد عشان كده ده ايه واخد الكيرف ده عشان يبقى موجود فوق كده. بس ده معناه ان انا المفروض اسلكت دول واخليهم ورا مثلا كده، بس مش قوي كده. تمام حاجه زي كده مثلا كده اعتقد. تمام واسكيل ده برضو. تمام بالظبط كده. هديله طبعا شاربن كيو شاربن. بالنسبة للجزء ده، ده هو المفروض ان هو يبقى طالع اصلا فوق الحتة دي، ده معناه ان السكيل ده عايز يزيد. ايوه كده احسن. والجزء ده داخل في الجزء ده عادي. تمام كده ناقص ايه تاني؟ بالنسبة للأجزاء دي المفروض إن يبقى في هنا ريل زي ده عشان يتركب عليه مثلا ليزر ولا حاجة. الريفرنس دي، الريفرنس دي مش حلوة خالص. أنا عايز أجيب ريفرنس تانية يبقى فيها هنا ريل، وبأن برضو ممكن يبقى فيه هنا ريل عشان يتحط فيها الجريب أعتقد. إحنا هنحتاج برضو نعمل جريب هنا. فتعالوا بينا إيه نشوف كده ريفرنس حلوة اليوم دي. هو أنت كنت جايب على فكرة واحدة أصلا في اللي أنت كنت منزله، واحدة هنا دي صح؟ بقى دي بس دي الريزولوشن بتاعها ما كانش حلو قوي. كان في كان البي ان جي كده، كانت فيها بي ان جي خالص. بي ان جي دي صح؟ دي كان فيها الريلين تقريبا. برضه الريزولوشن بتاعها لا عادي احنا ممكن نستخدم دي. انا دي اوريدي موجوده في البروجكت صح؟ اللمه الثانيه في الريفرنسز هي موجودة اللمة التانية هنا. طبعا انا مش محتاج الحاجات دي هنا. انا ممكن استخدمها بس ايه عشان اظبط مكان الريلز كده. كده الحاجات كلها مظبطة اهيت. اظبط مكان الريلز هنا واشوف احنا بنعمل ايه. وكمان هنا الريلز دي والبتاع ده. في جزئية هنا اهيت موجودة اللمة التانية برضو اعتقد. موجودة اهيت مش عارف ايه ده، بس هنشوف دلوقتي ونعمل الهاندل. احنا ممكن نعمل الكلام ده دلوقتي. انا هاجي على الريل ده واعمل ابلاي. هو معمول له ابلاي. تمام سلكت ده، واعتقد انا هحتاج ان انا ايه ان انا اعمل اماكن المسامير اللي موجوده هنا دي. هو بيبقى فيه ثلاثة مثلا في التويل ده، بيبقى واحد هنا وواحد في النص. احنا ممكن نعمل اتنين بس، واحد هنا واحد هنا في النص ده بالظبط. شفت ايه اد سيركل، سيركل ده تبقى 16. ممكن برضو نخلي المكان بتاع المسامير بالمسامير، نخليهم فلوتنج. بس المرة دي خلينا نعمل ده ايه، خلينا نعمله جيومتري.
طبعا لازم نعمل اف من جوه هنا، سيلكت الاثنين كيو ديفرنسز، ممكن اسيلكت الاوبجكت ده واعمل في الايديت مود شيفت دي اللمه الثانيه هناك، فيعمل لي برضو كده في المكان ده، واعمل ابلاي للبولين ديليت دول. تمام، ممكن بقى دلوقتي سيلكت ده شيفت دي بي باي سيلكشن، تمام، واعمل له روتيت في اتجاه الاكس 90، اسحبه بره كده، او ممكن اعمل له روتيت برضو في اتجاه الاكس 180 عشان يلف اللمه الثانيه، هنشتغل من اللمه الثانيه. وهنا طبعا انا مش هعمل سكيل، انا هسحبه تمام في المكان بتاعه ده، مش المفروض ان انا اغير السكيل بتاعه لان السكيل بتاع الريلز بيبقى واحد، اعتقد هو مظبوط اصلا. هحط ده في مكانه كده، وهنا احنا محتاجين نقصره لان هنا بيبقى اقصر، فانا مش هقصره كده طبعا، انا محتاج بس اقلل عدد الاجزاء اللي موجوده فيه. فانا ممكن اجي على واحده من دول واجي في النص واعمل كنترول ار، تمام، واجي على واحده تانية واعمل كنترول ار بالشكل ده، وافصل دي بي وسيلكت البارت ده او دي واحده كده. انا لما عملت كنترول ار هو ما عملش لوب كامله لان الجيومتري مش مظبوط. اديها نايف بالظبط، نديها نايف. بس النايف انا مش ايدي مش هتبقى مظبوطه ان هي تبقى في النص، فانا هعمل كنترول ار هنا، وممكن اقوم رايح بقى ايه من هنا اعمل نايف، وبرده ايدي مش هتبقى مظبوطه هنا، فانا هقول لك دلوقتي انا هعمل ايه النايف برده. سيلكت ده كرسر سيلكتد، خلي البيفت بوينت 3 دي كرسر، وسيلكت كل حاجه اس في اتجاه الاكس وزيرو كده، هم كلهم مظبوطين. اضغط في، يبقى انا كده فصلت ده وسيلكت الجزئيه دي، وهحركها بس لحد ما نبقى في المكان الصحيح كده. المفروض ان هو يبقى موجود بالظبط على نص، على نص واحد تاني، تمام، اللي هو ده، وكده هيبقى بالظبط. بس كده كده مظبوط. فانا بقى هاجي على التاني ده، انا دلوقتي قسمت ده بس ما قسمتش ده، سيلكت وشفت شيفت اتش، تمام، واعمل نفس الكلام هنا نايف، سيلكت كل حاجة، سيلكت الجزء ده برضو اس و اكس و زيرو و في، سيلكت البارت ده على بعضه وديليت عشان احتاجه تاني. تمام، دلوقتي انا ممكن اسيلكت ده وهضغط جي، وانا ضغط كنترول عشان يشغل السناب، بس سيلكت كل حاجة ام باي ديستنس، وممكن اسيلكت الايدج دي مش محتاجينها خلاص، تزورب ايدجز. تمام، دلوقتي ممكن احط ده بقى في مكانه كده، هو المفروض ان هو فين، انا عايز اشوف حبة ريفرنس كده. ده مثلا تمام، هو مش نازل بي ان جي. تمام، عايز حاجه فيها الريلز، الحاجات كلها الكواليتي بقت وحشه مش عارف ليه. تمام، مثلا كان في حبه صور كده. هو عامة الريلز المفروض ان هو بيبقى داخل في نص الجزء اللي فيه بوليان ده، وزي ما موجود زي ما موجود برضه في الريفرنس هنا، المفروض ان هو جاي كده فيه حب زي ما حصل هنا برضه يعتبر. تمام كده كده تمام، اعتقد المفروض ده يرجع ورا حبة. وطبعا البارت ده المفروض ان هو يبقى ايه، هو المفروض ان هو متركب، فانا هشيل الجزء ده خالص فيرتسيز، طبعا المفروض ان هو متركب بالمسامير. ممكن اعمل بقى ايه البارت ده، سيلكت واضغط اف، انا احط فيس هنا، تمام كده. طبعا هنحتاج مسامير دلوقتي هنا، وهعملها دلوقتي.
ممكن اديله ميرور، وميرور في الـ في الاكسس بتاعت الاوبجكت ده وفي اتجاه الواي بالشكل ده. تمام. دلوقتي نفس الكلام تحت. ايه ده، احنا ممكن نستخدم برضو نفس الـ نفس الريلز تحت. اخلي البيفت بوينت الميديان تاني، وار في اتجاه الواي 90، او ار في اتجاه الاكس قصدي 90. ما حصلش. تمام. ار في اتجاه الاكس 90 كده. هشيل الميرور، ودلوقتي انا عايز اسناب ده للنص. ممكن اسلكت الجزء اللي في النص ده واسلكت الاوبجكت واعمل شيفت اس، بس المره دي ايه، مسلكشن تو كيرسر، فيبقى في النص بالظبط، وبعد كده ادجست مكانه كده واسحبه لتحت. تمام. اعتقد كده هو في فرق ما بين الريفرنس وده. تمام. اعتقد انا محتاجين ريفرنس اكتر. هي رفيعه زي ما انا شايف كده. تمام. انا هحط ده في مكانه كده. ودلوقتي احنا ممكن نعمل الهاندل. انا هاجي في النص، سلكت هنا واضغط في النص هنا واضغط شيفت اس، واضغط شيفت اي اد سيركل. هنبدا نعمل من السيركل دي الهاندل، سكيل داون، وابدا من تحت من هنا. احاول ان انا هبقى في النص بالظبط، في نص الجريب بالظبط هنا. سكيل برضو، اكسترود بقى ايه، نبدا بس نعمل اكسترود. تمام بالشكل ده. ممكن مثلا هنا كده واكسترود. طبعا ريفرنس جامد قوي، عشان كده ايه الشكل النهائي ممكن ميبقاش حلو قوي. سكيل هنا مثلا، اضغط اف، اضغط كيو وشاربي. ال اتش دي مسببه مشاكل، هشيلها خالص. تمام. بالنسبه للجزئيه دي بقى ايه، احنا ممكن عشان نبقى شايفين احسن، ممكن اجيب ايه، يوم بي 5 جريب. هي دي كده احنا شايفين احسن بكتير. ممكن اجيب الامج دي احطها في بلندر عشان نبقى شايفين. تمام. هو طبعا طبعا الجزء اللي تحت ده باين بيتفك اصلا، مش باين كويس في في الامج الريفرنس. هنا انا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل الاول انا عايز اعمل ميرور، لان احنا كده كده هنبقى في ميرور. ممكن اسلكت ده وسلكت ده، لازم اعمل جوين لدول ببعض، وبعد كده سلكت الاتش دي اللي في النص واضغط في، اسلكت البارت اللي على الشمال ده وديليت فيرتسيز، البارت اللي على اليمين قصدي. ميرور في اتجاه الواي زي ما هو كده، وشغل الكليبين. تمام. ممكن اعمل اكسترود. تمام ماشي. ممكن اقوم رايح جايب اسحب ده كده هنا بالشكل ده واكسترود الاب، اعمل الشكل ده. تمام. ده طبعا ده مش شكل نهائي. هنا المفروض ان ده في كيرف. فانا دلوقتي بعد ما عملت ده، الاول انا عايز اديله شاربن. تمام. انا دلوقتي ممكن اعمل ايدج هنا وسلكت البارت ده واسحبه لجوه. انا محتاج اسلكت الاتش دي كلها واسحبها لجوه كده، وبعد ما اسحبها لجوه طبعا ممكن اعمل بيفل كنترول بي عشان يديلي الكيرف ده، حتى هو مظبوط مع الريفرنس اهو. اعتقد كده تمام. طبعا احنا مش هنبقى محتاجين شارب هنا، كلير شارب. ممكن نحتاج شارب في المكان ده بس، مارك شارب.
ايوه هنا برضو مارك شارب، والجزئيه دي ودي مارك شارب، طبعا كلير شارب هنا. كلير شارب تمام، وكمان هنا تمام. اعتقد تمام كده. طبعا هي مع الهاي بولي والديتيلز هيبقى شكلها احسن بكتير من كده، هي عامله زي البتنجانه دلوقتي. ده بالنسبه لهنا. اعتقد هنحتاج برضو ايه نقفل الجزء اللي فوق بالشكل ده، وهديله طبعا الانترسكت ده، هديله بوليان هنا عشان يتركب في الريلز. والمفروض على حسب الريفرنس المفروض ان الجزء اللي فوق ده السكيل بتاعه زي الريلز، او قد الحجم، قد حجم الريلز، او هو اكبر منه كمان حبه. فانا اعتقد البارت اللي فوق ده هو باين عليه اصلا ان هو رفيع. ممكن اسلكت ده، اضغط او اس في اتجاه الواي، اصغر البروبوشنال اديتنج بحيث ان هو يبقى بالشكل ده. ممكن كمان حبه لو انا ركبته كده، اعتقد كده مظبوط. هنا بقى انا ممكن اعمل ايه، هو المفروض ان هو يبقى راكب بالشكل ده بحيث ان هو يبقى كده تمام. انا ممكن اسلكت ده الاوبجكت بتاعنا ده، او اجي على الاوبجكت ده واعمل له ابلاي للميرور دلوقتي والبولين، واسلكت الاوبجكت ده بحيث ان هو يقص فيه differences وعمل apply. تمام. هو كده احنا محتاجين ايه، ان هو ينزل تحت حبة. هعمل كنترول زد لحد البوليان، اسحبه لتحت حبة بالشكل ده وبوليان وابلاي، وريني كده تمام. هو طبعا البوليان كون الشكل ده اصلا تمام كده غلط. انا ممكن اعمل حاجه تانية احسن، ممكن السلكت ده شيفت اتش، وممكن السلكت البارت ده كله شيفت دي باي بي باي سلكشن، سلكت الجزئيه الصغيره دي واعمل لها سكيل اتجاه الاكس. طبعا اشيل البروبوشن اديتنج اس اكس 0، اتاكد ان مفيش فيرتسز انا مش محتاجها زي دي مثلا، وده تمام، ودي برضو ديزولف فيرتسيز، واعمل اكسترود. ده هيبقى البوليان اوبجكت بتاعنا، ده هيبقى احسن من اللي فوق تمام. اسلكت ده وسلكت ده تمام بالشكل ده. ممكن اعمل له الت اس، الت اس عشان ازود السمك بتاعه حبه، فيبقى في مكان ما بينهم زي ده، وسلكت الاثنين كيو ديفرنسز بالظبط كده. ابلاي للبوليان. ايه ده؟ ابولي موديفاير از ديسيبلد سكيبنج ابلاي. ده مش ده البوليان قديم. ابلاي للبوليان ده تمام. في حبه فيرتسز بس عايز تظبط، سيلكت دول كلهم ام ات لاست، نفس النظام هنا ام ات لاست. ممكن اوصل دول ببعض، نفس الكلام هنا، او بالنسبة لده مثلا سيلكت دول ام ات لاست، ونفس الكلام هنا تمام. ده بالنسبة للجريب والريلز اللي موجود هنا. في بقى عندنا الجزئية دي برضو اللي انا معرفش هي ايه، بس احنا نشوف دلوقتي. عايز ارجع الريفرنس القديم، وبالشكل ده طبعا الريفرنس القديم ما فيهاش الريلز والجريب، بس بوجود الريلز والجريب في الموديل احنا زي ما انتم شايفين كده ايه، هي لايقه على الريفرنس اصلا. وبرده الريلز دي تمام. انا محتاج طبعا احط مسامير للريلز. ممكن اعمل مسامير دلوقتي للريلز دي.
عايز اشوف الشكل المسامير بتبقى عامله ازاي. تمام. حاجة زي كده مثلا، ممكن نعمل حاجة زي كده، بس أنا عايز، تمام، احنا ممكن نعمل حاجة زي دي بالشكل ده. بص، هي تقريبا بتبقى دورية وفيها جوه كأن مكان صمولة، فاهم؟ اللي هو عارف انت المسامير السامبوكسة دي اه بتتفك ب بال بالانكي كده. ايوه بالظبط. انا سلكت هنا شيفت دي، طبعا دي 16 فيرتسز مظبوط اهيت بي باي سيلكشن كده. انا معايا دي، هعمل اكسترود لجوه وهعمل سكيل شيفت سي مرتين اتنين عشان اقلل السكيل بتاعها بس حبه، وممكن ارجعها لورا بس حبه كده. تمام. ممكن اديله فوليوم برضو من ورا وديليت فيسز، الجزء اللي ورا ده مش عايزه. هاجي في النص شيفت اس كرسر سيلكتد وادي شيفت ايه اد سيركل، بس السيركل دي هتبقى ستة عشان تبقى بالشكل ده. طبعا احنا هنقص بالشكل ده. تعالى ما نشوف كده، المفروض ان دي كام فيس؟ 1 2 3 4 5 6 6. فهعمل روتيت في اتجاه الاكس 90، انا كنت مفكرها 8. تمام بالشكل ده، واجي في النص كده اعمل اكسترود لجوه واضغط اف، سيلكت الاوبجكتين دول واضغط كيو ديفرنسز، او ممكن اسيلكت الاوبجكت ده واعمل بوليان. ايه ده؟ تمام، هعمل بوليان وسيلكت الاوبجكت التاني، هو هعمل ابلاي للبوليان وديليت. تمام، لو في اي مشاكل بعد البوليان، مفيش مشاكل. تمام، هو ممكن يسبب مشاكل في الهاي بولي. طبعا هو ده داخل لجوه اعتقد. اه تمام كده بالشكل ده. ممكن اسلكت ده واضغط شيفت دي واوديه اللمه التانيه، وطبعا الاتنين هيبقوا نفس الشكل كده. فانا هعمل روتيت في اتجاه الواي لده حبه، بس ان هو ما يبقوش واخدين نفس البتاع. واعمل شيفت دي، اعمل ار في اتجاه الاكس 90 90 كده. طبعا اشيل الميرور بالنسبه لدول، وبالنسبه لدول هضغط بي اصلا، افصلهم خالص واوديهم هنا. ممكن اعمل نفس الكلام، اسلكت الميدل واضغط وسلكت ده شيفت اس شيفت اس سيلكشن تو كيرسر، فيروح في النص بالظبط. وراح فين؟ تمام. ده انا عايز اسلكت امسح واحد منهم بس عشان اعرف مشتغل كويس، واخلي ده اوبجكت سيت اوريجن 3 دي كيرسر، قصدي للجيومتري. لان انا لما باجي اعمل لما اخلي الكيرسر هنا في النص واجي اعمل وسلكت الاوبجكت واعمل شيفت اس والكيرسر تو سيلكتد، هو بيشتغل على حسب الاورجن بتاعته، فلازم الاورجن تبقى على الاوبجكت بالظبط. فاحنا كده شغالين بالظبط. اسحب ده كده. تمام، ممكن وانا هنا سلكت ده شيفت دي وادي لي هناك برضو بالشكل ده كده. حلو قوي. ده بالنسبه للمسامير. طبعا المسامير دي المفروض انها واخده ميرور. انا سلكت الاوبجكت ده كنترول ال، وده بيعمل لينك للموديفايرز، فكده هو عامل لينك للموديفايرز بتاعت الاوبجكت التاني اللي هي الميرور، واخلى الاوبجكت ده ليه ميرور اللمه التانيه. تمام. في ايه تاني عايز يخلص في السلاح ده؟ تعال نشوف البارت ده بقى. انا عايز عشان اشوف البارت ده انا محتاج ان انا ايه اشوف السلاح من قدام. ممكن مثلا ادور عن البارل بتاعته. لو دورت عن البارل بتاعته ممكن اشوفه من قدام اعتقد. انا كان عندنا اصلا الريفرنس هنا حلو ممكن نستخدمه. صحيح انا كنت منزل الصوره دي، هي فين؟ اهي ممكن نستخدم الصوره دي
زي ما انتم شايفين هي حته كده ايه اوبجكت بره اللي مش طالع من الاوبجكت ده، وباين عليه اصلا ان هو زي ما يكون بلاستيك يعني، ده لو ده حديد او ممكن يبقى حديد برضو مش عارف. تمام، احنا هنعمل الاوبجكت ده بسرعه. انا هروح للميدل، هعمل شيفت اي اد سيركل، ماشي سيركل، اخليها 16 وسكيل داون، روتيت في اتجاه الواي 90، روتيت في اتجاه الواي 90 كده. وعلى حسب الريفرنس بتاعتنا انا محتاج ان انا ايه اخليها في مكانها كده. طبعا لو انا خليته في مكانه كده هو ايه، هو واخد شكل مش سيركل، هو واخد شكل زي ما يكون ايه كده بالظبط. فانا هزود السكيل بتاعه لفوق، بعد كده هحاول ان انا اظبطه تاني على الريفرنس بالشكل ده. انا عايز اجي هنا واشوف هنا هعمل كنترول ار، تمام، و تمام الكنترول ار كان هنا، ماشي كنترول ار في اللمه الثانيه هنا، وهحطها بالظبط على المكان بتاعها. وطبعا انا عايز اعمل ميرور عشان وانا شغال قبل ما ابدا اشتغل حتى. سيلكت ده ديليت فيرتسيز، هعمل له ميرور، هعمل له ميرور في اتجاه الواي، تمام، شغل الكليبنج. وبالنسبه للجزء ده هيبقى هو البدايه بتاعتنا، من هنا هيبقى هو البدايه بتاعتنا. فانا همسح كل اللي فوق، سيلكت ديليت فيرتسيز، تمام، وسيلكت الجزء ده اللي هو ده كده، واعمل اكسترود، تمام، اعمل اكسترود كده. هو باين عليه ان هو مايل، فانا هعمل اس في اتجاه الاكس وبرده اس في اتجاه الاكس بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هو طالع بره خالص، فانا هحتاج ان انا اعمل له اس في اتجاه الواي، تمام. هو الواضح ان كان فيه هنا حاجه غلط، تمام. انا هعمل سكيل برضو في اتجاه ال تمام، اعتقد انا هعمل سكيل في اتجاه الزي، فكده هو هيبوظ مكانه، فانا هسحبه لتحت. ممكن اعمل اكسترود من هنا او اسحب ده لفوق تاني، اعتقد كده نفس الشكل، تمام. هعمل اف هنا، او ممكن اسلكت ده واكسترود واديه اللمه التانيه في الميرور، وسلكت البارت ده اف، ونفس الكلام هنا، وكيو شاربن، جميل، تمام. انا عايز تمام، هو المفروض ان هو مكانه هنا بالظبط. وطبعا هستخدم الاوبجكت ده بحيث ان انا اقص منه الجزئيه دي ونشوف الشكل اللي قدامنا ده. بس دلوقتي انا عايز اكون الشكل التاني ده. والاول في هنا برضو ايه، انا خدت بالي من حاجه غلط. هو في هنا اكسترود، فده السيركل اخرها هنا، المفروض ان السيركل دي اخرها هنا، وانا عمال اسحبها لتحت واعمل حاجات غريبه. تمام، المفروض ارجع ده زي ما كان لتحت زي ما انا ما سحبته، وبعد كده ارجع ده ايه بالشكل ده لمكانه، تمام، وده برضو المكان هنا. وبالنسبة للجزء اللي نازل لتحت ده هيبقى اكسترود اللي هو ده، فانا سلكت من هنا. اعتقد الجزئية دي كده هتبقى عريضة جدا بسبب انها هعمل لها ميرور. هعمل كنترول ار وسلكت الجزئية دي واكسترود لتحت، اس في الاتجاه الزي مو زيرو، تمام كده. ايه ده ديزولف ايدجز، وفي هنا برضو ايه ده، في حاجه غلط هنا. انا سلكت كل حاجه وام باي ديستنس، انا شكلي عملت اكسترود هنا من غير قصد، تمام كده هو اتشال. ده بالنسبه لدي. انا عايز بقى اكون الجزئيه دي. بالنسبه للجزئيه دي احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل نص سيركل مثلا هنا، تمام. و احنا ممكن نعمل كده. انا هاجي هنا واعمل، وهاجي هنا، هاجي هنا في الجزئيه دي بالظبط، هعمل شيفت اي اد سيركل، والسيركل ده تبقى 16، سكيل داون، روتيت في اتجاه الواي 90، اعمل لها سكيل بالشكل ده،
احاول بس ان انا يبقى عندي نفس الشكل ده السيركل. وبالنسبه للسيركل هي من اول هنا بتبتدي انها تبقى ايه، يبقى داخله لجوه بالشكل ده. فانا ممكن اسحب ده لتحت، او ممكن اسلكت ده و اخلي البيفت بوينت 3 دي كرسر، سلكت كل حاجه اس زي في اس في اتجاه زي زيرو، فيديني الشكل ده، واسحب الجزئيه دي لجوه هيبقى عندي الشكل ده اعتقد. تمام. ممكن اسكيله لبره حبه. تمام. بالنسبه لده كده انا ممكن سلكت الجزء اللي جوه ده واضغط فيه بحيث ان انا امسحه، والجزء ده برضه اضغط فيه لان انا مش هحتاج الفيرتسيز اللي جوه دي، واضغط ديليت فيرتسيز. دلوقتي انا ممكن اعمل اكسترود للبارت ده لبره، وطبعا المفروض ان هو يبقى في الميدل، في الميدل بالظبط اهوت، فانا هخليه هنا في الميدل. هو الحته التخينه دي اصلا عايزه تطلع لبره، لا الحته الفلات الكبيره دي الهين دي اللي فوقيها بقى. ايوه اللي فوقيها بقى، شايف انت الحته اللي معمول لها شارتن فوق دي؟ ايوه هو الفيس ده كله ده عايز يطلع لبره. عايز تعمله اكسترود لبره. بص هو باين مكانه اصلا مش صح. لا لما تبص في الريفرنس هتلاقيها طالعه لبره كده. تصدق انا كنت مفكر، انا شايف ان الاثنين نفس السمك، الجزئيه دي السمك بتاعها لحد هنا صح، انما ده اللي انما ده السمك بتاعه اكبر، يعني ده سمكه لحد هنا، انما ده الجزئيه دي هي اصلا كمان مغطيه الريل. بص يعني لو هتحط ريل هتلاقيها المفروض مغطيه الريل كلها كده، بس الريفرنس بتاعتنا هو المفروض ان على حسب الريفرنس المفروض يبقى في حته صغيره هنا، بس انا عندي سايب حته كبيره عشان كده الريل ايه صغير منها الحته دي. مش هتفرق قوي. تمام خلينا كده. انا هبقى اسحب دي وبعد ما اخلص. بالنسبه لدي انا حطيتها في الميد عشان ايه، وهي من ورا برضو هنا فلات. هنا انا هسلكت البارت ده واضغط اف، شوف لو انا ضغطت اف اللي هيحصل بالشكل ده، واضغط اف هنا برضو، ممكن اضغط اف هنا كمان وكيو شاربن. وهنا احنا عايزين يبقى عندنا الجزء ده، هي السيركل زي ما يكون ايه خبطه في الجزء ده، يعني مش هتبقى سيركل منعزله. فانا هعمل شيفت اي اد سيركل وسكيل داون. الحاجات دي دقيقه جدا ما اعتقدش انها مهمه اصلا، بس احنا هنعملها برضو. فالمفروض انها تبقى هنا في الجزئيه دي، واعمل اكسترود لبره وكيو شارب ديفرنسز بالشكل ده. ممكن اعمل لها اتاتش للاوبجكت بس هتبقى مشكله برضو، او ممكن اعمل لها اتاتش المره دي، ممكن اعمل دي اتاتش. انا هعمل ابلاي لده. تمام. او ممكن ما اعملش ابلاي للبوليان دلوقتي، خلي البوليان. انا هعمل لدول يونيون، سلكت الاوبجكت ده بوليان. تمام. اد بوليان، والبوليان ده هيبقى الاوبجكت ده ويونيون، وهعمل ابلاي. تمام. دلوقتي طبعا بعد ما عملت ابلاي تحس ان الفرق مش كبير ما بينهم، يعني لو كنت سبتها كان هيبقى احسن في الجيومتري. دلوقتي احنا محتاجين نظبط الجيومتري اللي طلعت بالظبط كده، في حبه مشاكل كتير. بالنسبه لدي انا ممكن اعمل ده كنترول شي، اعمل جوين او بالنايف، سلكت ده كده نايف. تمام. انا ممكن امسح البارت ده خالص، فانا هعمل برضو نايف هنا بالشكل ده. ممكن دلوقتي سلكت دول واعمل ديليت. هنا من بره هو باين في الجزئيه دي، فانا هسلكت دول على بعض وام ات لاست، يعمل ميرج عند اخر واحد، وسلكت دول برضو ام ات لاست. تمام كده الجيومتري هنا مظبوطه. ممكن اعمل ايدج هنا، اوصل دي بدي كده، عندنا كواد. تمام. لو جربت ان انا اعمل بيفل بالشكل ده شكله حلو اهوت. دلوقتي انا ممكن اسلكت ده وسلكت ده وكيو ديفرنسز،
اشتغلش. تمام. ليه بقى؟ ميرور. الميرور. لا الميرور هنا مش هيكون مشكله كبيره قوي، لان الميرور لاين مش موجود هنا بالظبط. ممكن يبقى فيه بسبب الانجان الكبير ده مفيش كونكشن ما بين الجيومتري وبعضها فيكون مشاكل، او ممكن يبقى فيه فيس جوه اصلا. كل دي مشاكل ممكن تتسبب في كده. سيلكت، انا هعمل سيلكت الاثنين برضو كيو ديفرنسز. المره دي عمل، بس عمل زي ما انت شايف. بص دي الجزئيه دي مهمه. انا هنا عملت فيس، لو انا جيت على الاوبجكت ده ورجعته تاني لايه، للتكتشرد. هو هنا اتقص، هنا ما قصش. ليه بقى؟ لو انا عملت هنا فيس هيعمل فيس برضه في الجيومتري. ديليت فيرتسز. اعتقد لو انا سلكت ده وطلعت بيه بره خالص هيقصهم خالص. الشكل ده تمام كده. انا هعمل ابلاي للبوليون وديليت لده. هو المشكله الوحيده بس ان احنا ما كناش عايزينه يخبط هنا طبعا، فانا ممكن اعمل ايه، حلو دي. البوليان لسه موجود، انا ممكن اعمل ايه، ممكن اسلكت ده ارجعه لمكانه هنا بالظبط، وده برضو نفس النظام، بس هي كده مش هتشتغل كويس. هنشوف دلوقتي اللي هيحصل. سلكت الاثنين، البوليان اوريدي موجود، اضغط اف هنا واضغط اف هنا، اعمل ابلاي للبوليان، شوف هيبقى عامل ازاي. كده مظبوط، بس اظبط حبه الجيومتري دول بالسناب كده على السريع. جي وكنترول عشان يسناب. ام باي ديستنس، في هنا جيومتري بايظه. تمام بالشكل ده. ام باي ديستنس كده تمام قوي. دلوقتي بعد ما خلصت ممكن اسحب ده لبره. اعتقد كده احنا تمام. في بس حاجه واحده، حاجه واحده اخيره اللي هي دي. انا سلكت البارت ده وسلكت الفيسز دي، شيفت دي بي باي سلكشن، بحيث ان انا اكون الجزء ده واسلكته واسحبه لورا كده. ممكن اسلكت البارت اللي انا عملته ده وسلكت الجزئيه دي شيفت اتش عشان نشوف. ممكن اديله سنة Alt S بس ان هو يبقى واخد حبة فوليوم لبره، مع انها مش حلوة قوي. اسلكت الاتنين و Q Differences، اعمل Apply للبوليوم. تمام. بعد ده اللي حصل دلوقتي، ممكن اسلكت دول F F F بالشكل ده، هيبقى في هنا Edge، اعمل Edge ليها واوصل Edge دي بدي و M by Distance. تمام. هي شكلها وحش بس مع البيفل بعد ما يحصل بيك يبقى شكلها حلو. طبعا حبيت مشاكل هنا في البيفل هنظبطها. تمام شكله كده مظبوط. في ايه تاني عايز يخلص بالنسبه للسلاح ده؟ بس ناقص الحته اللي بيطلع منها الكيسنج بتاعت الطلقات. ده اللمه التانيه خالص. طب خلينا كده نبص على الجزء ده الجانب اليمين، بعد كده نخش على الشمال. بالنسبه لليمين هو فاضل هنا ايه، مش فاضل حاجات، فاضل بس ممكن نعمل الهول دي على السريع، ودي لازم تبقى اوبجكت كده تبقى قريبه للكاميرا حبه. الجزء ده لسه ميرور. تمام هو لسه ميرور. اسلكت ده اسحبه لبره واكسترود لجوه. سلكت الاثنين كيو ديفرنسز. تمام. وفي حد تاني بيشتغل بالهارد اوبس ولا انا اللي بشتغل لوحدي؟ هو انا نزلته يعني كراكت بس. الله ماستر زيم مبسوط منك، لو عطر فيك هيبهدلك. لسه الواحد ما خدش فلوسها، ما باخد فلوس هشتري. المبدأ ده صحيح.
تمام. ده بالنسبة للحتة دي طبعا الجزئية الأجزاء دي كلها تبقى في الهاي بولي. وأنا بعمل هاي بولي هعمل floating objects هنا، هنعمل الأجزاء دي برضو، مفيش حاجة ناقصة. أنا هنا حتى برضو عملت دي فلوتينج floating object وديتها لل floating. تمام، هو شكله حلو لحد دلوقتي بالنسبة لل low poly model. تعالى بقى نروح لما التاني اشغل الريفرنس بتاع الجزء التاني الشمال. وهنا ظهر حاجات كتيرة. وانت عندك مثلا الجزئية اللي بيلف عندها البتاع ده الستوك، عايزين نعمل البتاع ده الترابزين ده ولا اسمه ايه؟ تمام، مفصلة. مفصلة. هنا برضو الواضح ان الجزء ده اللي هو الدايرة اللي هنا دي، الجزء الراوند ده موجود اللمة التانية، والواضح برضو ان السويتش بيبقى موجود منه اللمة التانية، فانا هعمل له ميرور في اتجاه الواي. مش شغال بسبب ان الاورجان هنا بالظبط. اسلكت الاوبجكت ده واخليه في اتجاه الواي، تمام بالشكل ده. في ايه تاني هنا محتاجين؟ طبعا البوليت اكسيت ده غريب ان مفيش حاجة هنا تانية. تمام، مفيش حاجة هنا تاني. تمام، انا محتاج اعمل الجزئية دي، وطبعا الريفرنس جميلة قوي، فانا محتاج اشوف ريفرنس تاني. هو المفروض، طب الريفرنس دي حلوة ممكن استخدمها. الريزوليوشن بتاعها حلو. بس ممكن الأورثوغرافيك بتاعها يكون ديستورتد، بس نشوف كده. ده اوريدي عندي. تمام، تمام قوي. انا عمال اشتغل فيديو هي موجوده. تمام، انا هسحب دي هنا حتى اصلا فيها الماج الطويله. شفت بقى دي اهميه الريفرنس، انك تقعد تركز كده تجيب ريفرنس وكده. تمام، الستوك هنا مظبوط، هنا مظبوط. اعتقد كده تمام، كل حاجة في مكانها. ممكن بقى نبدأ نشتغل هنا في الجزئية دي. ناخد بالي ان الجزء ده جاي كده، وطبعا الجزئية دي طبعا. تمام، انا الاول هكون البارت ده. شيفت ايه، اد كيوب. تمام بالشكل ده. انا هشيل ال 3D كيرسر من البيفت، وهعمل اظبط السمك بتاعه. اعتقد هو في هنا البيفل. لا تمام، هعمل اكسترود، اعمل اكسترود لتحت. هو شكله غريب بالنسبة لده. تمام، انا هعمل حاجة احسن. ده اللي ده كنترول ايه شيفت ايه ادا كيوب، والكيوب ده هحطه في المكان وهنا. تمام بالشكل ده، بس انه يبقى من هنا ويبقى من هنا وبرضه من فوق زي ما انتم شايفين في الشنفر ده. بس الاول اظبط السمك بتاعه، رجع الريفرنس دي ورا حبه، اس في اتجاه الواي بالشكل ده، واخليه على الاوبجكت. تمام كده، وهسحب الفيس ده لبره حبه. ودلوقتي انا ممكن اسحب الفيس اللي فوق ده اللي هو ده، وانزله لتحت حبه بحيث ان انا اشوف. انا عايز كمان ريفرنس ليه. مثلا دي حلوه قوي دي. هو باين هنا ان شكله مختلف عن دي، بس انا هشتغل على دي. في البيفل ده. تمام، ممكن عايز السكيل بتاعه يقل حبة كده سمكه. تمام، واعتقد برضو هحتاج ان انا اسحب الاتش دي لتحت حبة كده. مظبوط. هنا بقى انا ممكن اعمل ابلاي للسكيل، سيلكت الاتش دي والاتش دي برضو كنترول بي عشان اعمل البيفل ده. تمام، دلوقتي انا هعمل الجزء اللي جوه بالبوليون، فانا هاجي في النص
واعمل شيفت اي شيفت اي شيفت اس للكرسر سيلكتد، شيفت اي كيوب ادا كيوب تمام، وسكيل بالشكل ده. طبعا انا خليتها في النص عشان يبقى كل حاجه في النص مظبوطه. هعمل ابلاي للسكيل برضو، وبالايدج سيلكشن بالايدج سيلكشن هسلكت ده وده وكنترول بي، هنعمل برضو نفس البيبل ده كده. احنا عملنا الشكل ده كده بالظبط. هعمل ابلاي للبوليان، اعتقد برضو لسه السمك بتاعه كبير، فانا هعمل اس في اتجاه الواي. تمام، وخليه في مكانه كده بالظبط. جميل، كيو شاربن. تمام جميل قوي. بالنسبة بقى للجزئية دي انا هاجي برضو في النص، النص هنا، وشيفت اي شيفت اس كرسر سيلكتد، هعمل كنترول اي ادا كيوب، و تمام هعمل له سكيل لتحت، خلي الحاجات دي في مكانها كده، و... وعمل سكيل اتجاه الاكس اعتقد لحد هنا مثلا، هو باين طالع بره هنا. وتمام اعتقد برضو هعمل كنترول اي ابلاي للسكيل وسلكت الايدجز دي، واعمل كنترول بي. تمام كده. هنا انا محتاج ان انا اعمل بيفل اللي جوه، بس انا هعمل دلوقتي انا هعمل شيفت دي لده واعمل له هايد، ودلوقتي انا هسلكت الاثنين دول واضغط كيو ديفرنسز. تمام، ايه اللي طالع ده؟ ده حته من ال حته من المجازين. المفروض اصلا هتبقى داخله جوه على فكره، تشيل البتاع بس بتغطي عليها جوه. تمام الكفر بتاعها. جميل الكلام ده. طبعا انا هعمل الفتحة نفسها واعمل ابلاي للبوليان ديليت، ارجع الاوبجكت اللي انا كنت جايبه قبل كده، او قبل ما اعمل ابلاي نرجع تاني قبل ما اعمل ابلاي عشان اوفر على نفسي. دلوقتي انا عامل بوليان بيقص، ممكن اعمل الت اتش وسلكت البوليان ده واخليه بوليان برضو، اعمل بوليان برضو وسلكت الاوبجكت ده بس هخليه انترسكت. بس عشان اعمل ده انا محتاج تمام لا انا غلطت، انا مش محتاج الاوبجكت ده اللي يتعمل دوبليكيت، انا محتاج الاوبجكت ده اللي يتعمل دوبليكيت. تمام، وسلكت الاوبجكت ده والمره ده خليه انترسكت. المفروض على الكلام ده ان احنا عندنا ايه، طبعا اشيل البوليان اللي فوق كده، احنا عندنا الاوبجكت ده معمول له انترسكت والاوبجكت ده مخروم فيه. هعمل ابلاي للجزء المقصوص كده، احنا عندنا الايه، ابلاي للجزء ده وابلاي للجزء ده، وامسح الاوبجكت ده واسحب ده لورا حبه كده، الانترسكت وكده الجزء التاني. تمام بالشكل ده. طبعا ده احنا مش محتاجين ان هو يبقى عريض قوي كده، ممكن اديليت حتى من جوه الفيسز، اعتقد دي بتفتح و تمام تمام هو راح فين؟ Alt H اعتقد دي بتفتح كده في اتجاه الاكس والطرق تطلع او حاجه زي كده. تمام كده مظبوط قوي بالنسبه لده. عندنا ايه تاني ما تعملش؟ مفصله بقى ده اخر حاجه. والله بوجود الريفرنس ده انا واخد بالي ان في حاجه هنا مختلفه، ده ايه ده؟ وانا كل ما افتح ريفرنس الاقي حاجات جديده ولا ايه؟ خلاص يبقى اعمل الريفرنس اللي فوق. لا ده ايه ده اصلا؟ ده المفروض ان هو ايه؟ whatever بقى مش مهم. احنا عندنا هنا الريفرنس دي جميله قوي، ممكن نشوف منها. انا هحتاج ان انا يبقى عندي ايه الجزئية دي مدورة كده وطالعة من تحت، وطبعا الجزئية البتاع ده المفروض ان هو متوصل، هو مش متوصل هنا بس متوصل هنا، متوصل بالبادي نفسه بحيث ان هو لما يجي يلف هو لازق في البادي البتاع دي اللي تلف. والمفروض برضو ان احنا عندنا ده
لوحده. تمام، انا ممكن ابدا اشتغل على طول. إيه، ما هاجي هنا واضغط شيفت اي اد سيركل، والسيركل دي تبقى 16. تمام، في مكانها كده. حاول اعمل اكسترود نشوف كده السمك بتاعها قد ايه. كده اكبر بكتير. سلكت كل حاجه، شيفت اس قصدي اس شيفت زي الشكل ده. تمام، المفروض ان احنا نبقى بعيد عن ال عن البتاع ده. تمام، هو تمام، هو بالنسبه للريفرنس هنا هي مختلفه حبه. المفروض ان انا احركها هنا كده. احنا بنظبط على الستوك، ولو انا وقفت على الستوك كده ايه تمام. المكان بتاع ده المفروض ان هو ايه بالنسبة للريفرنس، هو بعيد عن الجزئية دي حبة، يعني هنا مثلا، بس في الريفرنس مختلفة هنا مثلا. تمام، وده بالنسبة لأول بارت اللي هو ده. أنا هعمل البارت التاني شيفت دي جي في اتجاه الزي، بي باي سيلكشن، وهاكسترود المعلم ده لتحت. تمام، أنا ممكن أعمل اللي فوق بعد كده انسخه لتحت، وهيبقى ليه الاختلاف ده عادي. وشيفت دي برضو، او مش هحتاج اصلا ان انا انسخ ده خلاص. انا هبدأ بقى بده اف لفوق واف تحت برضو، كيو شاربن. ممكن اسلكت الجزئية دي كده واعمل اكسترود او ايه ده بالنسبة لدي. هو هيبقى من اول هنا، يعني انا ممكن اسلكت من اول هنا واعمل اكسترود بالشكل ده، اس في اتجاه الاكس زيرو، وهسلكت البارت ده. ممكن اقوم رايح شايل الايدجز دي كلها، اكس سولف ايدجز، اوصل ده بده. فنعمل الشكل ده ام باي ديستنس. هو المفروض كمان ان هو بالظبط، انا عايز اسحب ده برضو وارجعه لورا سنه. المفروض ان هو بالظبط يبقى بنفس طول ده. تمام، فانا هسحب الجزئيه دي لتحت بالظبط كده، كيو شاربن. انا ممكن بعد ما اخلص خالص اوصل الاجزاء دي ببعض زي ما عملت قدام، بس انا اسيبهم زي ما هم كده. تمام، بالنسبه لده برضو نفس النظام، هضغط اف فوق اف تحت. اعتقد ده المفروض ان هو اللمه التانيه، المفروض ان هو يبقى عنده نفس البتاع ده بس اللمة التانية. فانا برضو هعمل نفس الكلام، سلكت البارتس دي اعتقد من اول هنا، واكسترود اتجاه الاكس اس اكس زيرو. شوف كده الريفرنس واصل لحد فين. هو المفروض ان هو واصل اعتقد لحد هنا، وهشيل الايدجز دي، نسولف ايدجز جي جي بالشكل ده ام باي ديستنس. بس طبعا كده ايه ممكن اسحب ده لورا حبه. تمام، جميل قوي. نفس الكلام برضو زي ما قلت، انا هاخد الجزء ده بدل ما اعمل نفس الحاجه تحت ونفس الشكل، هضغط شيفت شيفت دي واسحبه لتحت كده. بالنسبة لده بقى المفروض ان هو لحد فين؟ لحد الاخر خالص، لحد اخر البارت ده. تمام كده. هنا بقى انا ممكن اعمل الجزئية التانية. الجزء ده المفروض ان هو موجود برضو اللمة التانية، فانا ممكن اعمل سيلكت هنا، سيلكت كل دول، شيفت دي بي باي سيلكشن، كنترول ام في اتجاه الواي، والحركه دي بتعمل فليب للنورمالز، خدوا بالكم. واضغط اف هنا، وممكن اسلكت ده واضغط اس اكس زيرو، واحط ده في مكانه كده. تمام بالشكل ده. بالنسبه لده انا مش هحتاج كل الفوليوم ده، فانا ممكن اجي هنا واعمل اتش هنا وسلكت دول ديليت فيرتسيز. تمام بالشكل ده. وبرده
كان في هنا floating object. الفلوتنج ممكن اسلكت الفلوتنج ده واعمل له ميرور واخليه في اتجاه الواي بس ان هو يبقى موجود هنا. تمام هو ده طالع حبه بره، فانا هعمل ابلاي للميرور بسرعه وسلكت ده واسحبه في مكانه. هو مش هيفرق قوي في البيك اعتقد، بس لما يبقى قريب هيبقى احسن. تمام بالنسبه لده ده كده خلاص كده ممكن اللي ممكن كده ده سلكت ده بالشكل ده، ممكن الستوك دي كده تلف حوالين ال 3 دي كيرسر بالشكل ده. المفروض ده طبعا يلف معاها بالشكل ده. طبعا احنا لو فتحنا الستوك دلوقتي هنلاقي ان في حاجات كتير عايزه تتعمل، ممكن تتعمل برضو. وانا خدت بالي من حاجه هنا، في هنا مسمار اهوت ممكن نعمله، بس ده ممكن يتعمل ايه؟ ممكن شيفت ايه اد سيركل وممكن اخليه في الفلوتنج وخلاص كده بالشكل ده كده، احاول اخليه في النص سكيل اب. بالنسبه لده هيبقى فيه الفتحه دي جواها المسمار، فانا ممكن اعمل ده كده اكسترود اب اكسترود لجوه اضغط اف. طالما نعمل كنترول ايه كده احنا كده انا عملت الفتحه دي واقدر اسلكت البارت ده واكسترود لبره. تمام كده انا عايز اعمل بيفل الاول، بيفل بسيط، وبعد كده كنترول 2. كده انا عملت الفتحه اللي بره دي والمسمار اللي جوه. ممكن اسلكت الفيس اللي في النص ده وافضل اضغط كنترول بلس عشان اوصل لتحت، واعمل اس شيفت اس اس شيفت زي تاني اس شيفت زي. تمام انا محتاج اشيل الاتش دي اس شيفت زي بالظبط كده، هيبقى عندنا الشكل ده. ممكن اعمل اتش هنا بس ان يبقى في حاجه بتاخد اللايت. طبعا هموف ده للفلوتين. تمام دلوقتي مش عارف في حاجه ناقصه ولا لا. في حاجه ناقصه؟ هشيك من هنا طيب كل حاجه تمام. في الجزئيه دي مش عارف هي موجوده في الريفرنس الاساسي ولا لا، ممكن تبقى دي مضلمة عليها عشان كده مشفتهاش. هي مش موجودة في الريفرنس خلاص عادي. لحد دلوقتي احنا عملنا شغل حلو قوي بالنسبة للسلاح ده. ده كل ده بالنسبة لللو بولي. حاليا احنا معانا 35,000 فيرتسيز. ده طبعا كتير بس اعتقد في حاجات واخدة ايه؟ السوستنت تقريبا نسيت ما تنقلها المرة اللي فاتت اما عملتها في ال... دي واخده هاي. لا واخده كتير قوي كده. احنا بقينا 5000 اصلا. بقول لك دي كانت واخده كتير قوي. احنا بقينا 3000 فيسز و 5000 فيرتسيز كده. الاوبجكت الموديل ده كده بالشكل اللي قدامنا 3000 فيسز اعتقد. برضو في حاجه هنا باين لي، دي كانت انا كنت قلت لا دي هتبقى جيومتري ماشي لان وجودها مهم. هو ايه ده؟ على فكرة في حاجة هنا غلط. المفروض افتح الريفرنس ده. المفروض ده يبقى واصل بالجزء ده على طول. بين الريفرنس هنا غلط مش عارف. هو يمكن الحتة بتاعت السكوب دي المفروض ترجع لورا سيكا ولا لا؟ هو هي في مكانها، هو ده اللي عايز يركع عليه هنا. هو في فراغ كده اصلا ما بينهم؟ لا مفيش فراغ، بس انا لو خدت بالك ان الستوك اخرها هنا عندي. المفروض الستوك تبقى هنا. دي غلطه مننا. تمام ممكن 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 تتصلح عادي. اضغط بي سلكت كل الحاجات دي وحركها، بس لو حركتها كده هتبوظ الدنيا. انا ممكن اضغط او واسحبها حبه بس كده.
طب ما تحرك الفيس بس عشان كده الدايرة اللي في الجنب دي هتبوظ. بص تعالى ما نشوف كده. هو اصلا الدايرة دي المفروض ان مكانها يبقى بعيد عن الجزئية دي. انا كنت عمال افكر ايه السبب اللي مخلي الجزء الحتة دي تطلع، فكان بسبب الغلطة البسيطة دي كده. انا ممكن اسلكت ده واظبطه كده حتى ما يبقاش دي واصلة قريبة من دي خالص. لو انا جيت عملت بيفل هيبقى في مشاكل كبيرة اوي. تمام، هنظبط الكلام ده في الايه، هنظبط الكلام ده. بس حلو ان انا خدت بالي منه. تمام، تمام اوي كده. زي ما انا كنت بقول 3000 فيسز ده حاجة جميلة جدا، رقم جميل جدا. احنا بنعمل اوبتمايزيشن، دي هتبقى حاجة حلوة اوي. طبعا هما دلوقتي بقوا بيعلوا بالارقام اوي بالنسبة للمودلز، بقى بيعملوا بيخلوا المودلز كبيرة اوي. بس طبعا ده بيزود في الكواليتي، تبقى الكواليتي بتاعت الاسلحة احسن من ده بكتير. بس احنا كده تمام اوي. دلوقتي انا ممكن، هو اول ما انا بخلص المودلينج، وانا كده المفروض ان انا خلصت مودلينج، بخش على طول على اليو في مابينج. تمام، بخلص اليو في مابينج وبعد كده بكون الهاي بولي. يعني انا اخر حاجه بعملها خالص بتبقى الهاي بولي موديل. انا دلوقتي ايه، كفايه كده، كفايه كده النهارده، وبكره ان شاء الله